تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية مستغانم من حجز كميات كبيرة من التبغ مختلفة الأنواع. حيثية القضية تعود إلى تاريخ 21 مارس 2021 في حدود الساعة 4 مساء إثر عملية مراقبة روتينية بمحور الدوران المحطة الجديدة مستغانم لمركبة من نوع رونو كونغو مرقمة بترقيم ولاية مستغانم، حيث ضبطت بداخلها على كمية من التبغ مقدر ب9000 علبة سجائر من أنواع مختلفة. مواصلة التحريات التي بشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وإختار سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، مكنت بعد تفتيش موقعين لصاحب السلعة متمثلين في محل ومستودع مسكن من العثور على كمية أخرى قدرت ب 43,350 علبة سجائر. التحقيق في القضية بيّن أن الكمية الإجمالية المقدرة ب 52,350 علبة سجائر ما يعادلها بالقيمة النقدية 4,530,000,000 سنتيم هي منعدمة الفوترة. تورط فيها 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 سنة يقومون بهذه الأعمال التجارية المشبوهة من أجل التهرب الضريبي.